هكذا جلس تشارلي وعائلته في أحد المطاعم، وفجأة أصبح الحلم حقيقة. تشارلي ابن 15 عاما حلم بلقاء ميسي، وبعد شهر جمعية تمنى ستحقق أمنيته. لأنه قوي بيلعب منيح، بحبه. حلم تشارلي كان كتير صعب إنه يتحقق، قعدنا سوا وصرنا فعلا شهر ونص عم نشتغل عليه. في عيد الأم اختار المنظمون إبلاغه بتحقيق أمنيته تقديرا لتضحيات والدته. فمنذ سنوات وهي تصبر على معرفتها بحقيقة مرض تشارلي الذي يصيب عضلات جسده ولا ينسحب منها إلا بعد القضاء عليه. هذه أمنية تشارلي كانت، ما بعرف شو بدي أقول لك بعد، ما بعرف، كتير مبسوطة، عنده عشق للفوتبول وبلاقيه أحلى لعيب. رح يروح على برشلونة، حيستقبلوه هني هنيك، حيعملوا له تور بالكامب، حيحضر جيم هو وعائلته، حيتعرف على ميسي، حينزلوه على الملعب تبع الفوتبول قبل الجيم ياخذ صوره هو وميسي وكل اللعيبه. في الشهر المقبل لا يفكر تشارلي بوجعه ولا بمرضه. في الشهر المقبل سيكون لقاؤه مع ميسي محور حياته، فما كان بالامس مجرد امنيه اصبح اليوم حقيقه.